عملنا دوري التجمع من فتره طويله من بدايه شهر 11. قبلها كانت الفرق متجمعه تقريبا بدايه يعني شهر 10 شهر 9 تقريبا. ودوري التجمع انتهى مع نهايه العام وبدا الدوري الدرجه الاولى مع بدايه شهر 1، والان احنا بنهايه شهر 3 بدايه شهر 4. بنتهي الاسبوع القادم موسمنا في نهائيات الكاس، نهائي النصف نهائي ونهائي الكاس. موسم طويل، المستويات ارتفعت الحمد لله. الان نتحدث عن نهائي الدوري بتساوي نقاط السلط والحسين، وبفس في فارق المواجهات كما يعني تنص عليه التعليمات، دلاله على انه المستوى التنافس بين الاول والثاني كبير جدا. كان لغايه الاسبوع الماضي كان الاهلي منافس قوي على البطوله، العربي قبل اسابيع كان منافس على البطوله، وبالتالي المنافسات كانت قويه. كان الدوري من اول مباراه لغايه اخر مباراه اليوم كان كل المباريات صعبه جدا، الفرق كانت مستعده وما في فريق كان قاعد فتره طويله، يعني يمكن نادي السلط نادي الحسين هم اقوى الناس اللي بداوا في التدريبات. يعني احنا صار لنا تقريبا 8-9 شهور بنحضر قبل الدوري، والحمد لله الله ما ضيع لنا تعب وهي خلصنا الدوري اليوم.